20 صحفية موريتانية يشاركن في دورة تكوينية بالعاصمة نواكشوط حول السلامة المهنية للصحفيات منظمة من طرف شبكة الصحفيات الموريتانيات. الدورة التكوينية التي يقول المنظمون لها إنها تأتي بهدف حماية الصحفيين الذين باتوا أكثر عرضة للاستهداف من أي وقت مضى، خاصة أثناء مزاولتهم لأعمالهم في الميادين الحربية أو الساحات المضطربة. خديجة بنت المجتبى رئيسة الشبكة أضافت إن الصحفيات هن الأكثر تضررا من تلك المخاطر التي تواجهها الصحفية داخل المؤسسة أو أثناء السفر بهدف التغطية. ويتضمن برنامج الدورة التي تركز على تزويد الصحفيات بالخبرات والآليات الكفيلة بضمان سلامتهن تقديم محاضرات تتناول من بين أمور أخرى التخطيط والحماية الشخصية والسلامة في السفر والوعي بأعمال الشغب والخطر والوعي بخطورة الأسلحة. بدوره المكلف بمهمة في وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، أثناء حفل انطلاقة الدورة قال إن الحكومة الموريتانية تسعى دائما للرفع من مستوى الصحافة الوطنية، مثنيا على دور شبكة الصحفيات الموريتانيات، ونوه إلى مستوى سلامة الصحفيين في البلاد. تشهد بلادنا ولله الحمد سلامة مهنية عز نظيرها اليوم على مستوى القاري وعلى حتى على المستوى الدولي، وتأتي ذلك نتيجة لحرص السلطات العمومية على توفير الحماية للصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم وفق المعايير المتفق عليها في هذا المجال، وهو ما جعل بلادنا لله الحمد من بين الدول المصنفة من الدول الأكثر أمنا للصحفيين. إننا نعول على الخبرات التي ستتلقونها في هذا التكوين. على مدى يومين يشرف كوكبة من ذوي الخبرة في المجال الإعلامي على تزويد المشاركات في التكوين بمزيد من الخبرات المهنية الإعلامية التي تمزج بين نقل الخبر وحماية الصحفي.